احنا ما يهمناش كل شخص مسؤول على سلوكه، كل شخص مسؤول على ادواته، ولكن يهمنا ان هذا الوطن ينبغي ان يكون في قلوب المخلصين من ابنائه حتى لا يضيع، وحتى لا نكون سببا وشراره من اجل تمزيق هذا الوطن. نحن نحافظ على هذا الوطن من باب المسؤوليه، ولذلك هذه الصناعه تاع العزوف اللي عملت عليها الظروف العامه اللي موجوده في البلاد، وزادت ساهمت فيها السلوكات السياسيه والحزبيه التي كانت تدعو جهارا نهارا الى ضروره عدم الممارسه السياسيه، لانها يأست الناس وبعثت على التيئيس والقنوط من العمليه الانتخابيه والتسويق لبرنامج او للتسويق لمفهوم ان الانتخابات محسومه وان كل المفردات النابيه التي لا تليق بالسياسيين استعملت في هذه المعركه.